أحداث الفيلم هي 3 سنين بعد الثورة. يعني الفيلم مش مركز على الثورة بقدر ما هو مركز على الشيء اللي عشناه واللي قاعدين نعيشه فيه 3 سنين بعد الثورة وعلاقتنا بالثورة هذيك، معناها بعلاقتنا بالحلمة اللي هي كانت 14 جانفي وشيء اللي كنا ننتظروه الكلنا، أنه الكلنا التوانسة الكل بصفة عامة أبار المخلاب باستثناء اللي ركبوا على ثورة اللي هم ما كانوش يتصوروا أنهم باش تعطيهم هالإمكانيات هذوما الكل باش توصلهم للحكم إلى آخره. ما يظهر ليش أنه هو استغلال الصحفية واللي خلينا تطرقنا لبرشا مواضيع، هو استغلال هالبحث اللي يقوموا به الشخصيتين الرئيسيتين، الشخصيتين النساء الزوج البنات ان فيت، البحث هذايا الكات هذايا السفرة اللي يقوموا بها في تونس ويقوموا بها بحثا عن something وبحثا عن أنفسهم زادة بحثا عن فهم للي عاشوه هما، هذا اللي خلينا تطرقنا لبرشة مشاهد والبرشة شخصيات ثانوية هي جات غذات فكرنا وغذات فهمنا للسيتواسيون مش أكثر برشة من الصحافية. حبيت أن نكون نعمل نهاية، حبيت تخلي النهاية في تساؤل، هالثلاثة شخصيات في الأخر نشوفوهم نهار قاعد يطلع، احنا تو مسؤوليتنا شنو نحبوا نعملوا بها النهار هذا، اسكو نحبوا نواصلوا ولا نحكوا.